وانت تقول لي سبتيني واتجوزتي. بس بسألك، شفت الدنيا وصلت بينا لفين؟ اوعي تفكري لي قاعد قدامك ده سليم. هتلاقي شهداني بالعافيه. الدنيا وريتني اكتر ما وريتهولك بكتير. مش قد يا ديب، مش قد. انا جوزي هير وبنتاخد مني غصب عني، وابويا ابويا سرق كل اللي حالتي وهرب. هي حاجه مش من حقنا، بتضيع من ايدينا. بس ده كان حقي، ابني ده كان حقي. مين يرجعهولي؟ قول يا رب. يا رب يا رب. انا عايز اقول لك على حاجه. زمان كان ليكي حبيب، دلوقتي بقى ليكي اخ وصديق. اي حاجه تعوزيها اكون تحت امرك في اي حاجه. لو احتجت اي شيء هتلاقيني موجود. اي حاجه شاوري انت بس. خلي بالك على نفسك. خد بالك من نفسك. حاضر. مش لزوم بعد كده تبص في العين السحرية وتشوف مين اللي وقف ورا الباب. يا باشا في حاجة حصلت؟ اعمل لي شاي الأول وأنا أقول لك. شاي يا باشا. هو الموضوع كبير ولا فيه؟ البنت اللي قتلت فريدة مسكناها واعترفت بكل حاجة يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو اللي انت هتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا قاعد يعني دلوقتي في الامان؟ في امان، بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني. عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي ان انا اقبض عليك، بس انا ما اعرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعدة. كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا. عمرك ما تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك. والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع. كلنا سيبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين. ولو لمتنا دي حصلت من زمان ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة يا نلحقها يا نضيع كلنا. أنا محدش عمل فيا كده قبل كده. ما أنتش خايف؟ والله طالما أنت بتقول محدش عمل معاك الكلام ده قبل كده يبقى أنت لازم تخاف مش أنا. كل ده عشان شوية ورق وسيديهات بتساوم على ابني؟ أنت شايفهم كده بس إحنا بقى شايفينهم حرية. كسروا الطوق اللي انت لفه حول رقبتنا. خلاص انسى. عايزين بقى تبقوا شرف. ها تكسروا الطوق وتتحرروا مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجة بتاعتنا، انت مالكش دعوة بيها خالص. والله أتمنى انت تعرف تعملوا اللي انتوا بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصة مرتين. طيب أنا هديك حريتكم. طب ابني انساه. انساه خالص. احنا هنديله فرصة يعيش حياة تانية. حياة أنضف من اللي كان عايشها معاك. وهنشوف له أب تاني. متقلقش.
ابا يبقى كويس، مش فاسد ووسخ زيك. يعني ايه؟ الواد هيبقى مبسوط، ما تقلقش، هيبقى مبسوط. عشان نعيش بني آدمين من غير ما تبقى رقابينا في إيد غيرنا. آخر فرصة عشان نقول للي حولوا حياتنا جحيم انتوا مش هتتحكموا فينا، احنا اللي هنحدد مصيرنا بنفسنا مش حد تاني. لما غمينا عيوننا بإيدينا ما كانش قصدنا نغميها عشان نبقى عمي، احنا غميناها عشان نقدر نعيش. بس لما وقعنا وكسرنا كان لازم نفتحها عشان نواجه كل شر اتفرض علينا، وكان لازم لحظة بيقف عمرك عندها، لحظة إعدام خوفك، إعدام الشر في دنيتك. مش مهم بعدها إني أعيش، المهم غير يعيش ومفيش في حياته شر تاني.